هناك طريق طويل أمام السيارات الكهربائية في العالم، فيوجد في العالم قرابة 1.4 مليار سيارة من الأنواع التقليدية، ويوجد فقط قرابة 7 إلى 8 مليون سيارة كهربائية في العالم. تحتل الصين وأمريكا وألمانيا أعلى الدول إنتاجاً للسيارات الكهربائية أو تسجيلها في دولها، ولكن هي القادم بلا شك لأسباب عديدة. رقم واحد، هناك قرابة 3000 جزء متحرك في السيارات العادية، ولكن في السيارات الكهربائية لا يوجد إلا 300 جزء متحرك، فهي أقل صيانة، أقل تكلفة تعامل، تستهلك الطاقة الكهربائية مباشرة، فيعود إلى الدولة إذا كان مصدر الطاقة الكهرباء والغاز فلا زالت ستستخدمه. هناك كذلك عقبات أو أمور أخرى أمام السيارات الكهربائية، ولكن العالم يتقدم في هذا الاتجاه بخطوة جدا سريعة، وهي بلا شك المستقبل. فيجب علينا كدول خليجية بأن نضع القوانين التي تساعد دولنا بأن نكون من الدول المبادرة في هذا المجال.